ماشي، ناخد تشكيل الكابتن شريف في الاول يا سمير. ماشي، قول يا كابتن شريف بعد اذنك التشكيل تاني. شناوي، شناوي، احمد فتحي، احمد فتحي، ربيعه وياسر ابراهيم ومعلول، اليو ديانج، سوليه، حمدي فتحي. وده ثلاثي ستاره في نص الملعب، منه اسلوب دفاعي واسلوب ضاغط على سبورت للفراوده بتوعنا اللي هم جيرالدو، قفشه، واجايه. واعتقد ان دول الاجهز بدنيا في التعامل في هذا المثلث يعني. كويس، ماشي. احنا الكابتن شريف قال تشكيل من ضمن تشكيلات او من تشكيلاتنا الخمسه يعني، ممكن نتناقش فيه. كابتن عادل ايه رايك في التشكيل؟ قول التشكيله كابتن عادل لو سمحت. من وجهه نظري الشناوي زي ما قلت، فتحي، رامي، ايمن، اشرف، معلول. انا بلعب بالسوليه وديانج، اتنين ديفندرات عشان ما وقفش قدامهم، وليد سليمان واجايه وباتجي. مين اتنين ديفندر؟ السوليه وديانج. السوليه وديانج وقفش قدامهم. السوليه فين؟ الاثنين ديفندرات يمين وشمال. انا مش هلعبهم طرف يا كابتن. ماشي. وهي ماشي. انا وجهه نظري في ايه بقى بعد ما قلت لك التشكيل؟ ما ينفعش في كم الاصابات وتغيير اللعيبه تغير كمان طريقه لعب. صعب جدا في يوم وليله تغير طريقه لعب. انت المباراه اللي فاتت كانت من ثلاث ايام، رغم اللي عايز اقول لك طريقه اللعب بتبقى ثلاثيه جوه الملعب، الناس لازم تعرف دي. بالشناوي، ماشي، هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. في نص الملعب اليو ديانج والسوليه، والثلاثه اللي تحت راس الحربه اجايه وقفشه وعلي معلول. علي معلول، ايوه، وقدام بادجي. انا هقول لك وجهه نظري انا الشخصيه. انت عندك مشكله في الاطراف. مشكله في الاطراف الملعب. فعلي معلول من الناس اللي بتجيد مركز الجناح الايسر، وانا كان عندي تجربه شخصيه معاه. انا مسكت ماتش اسيك ابيجان بعد مستر مارتن يور ما راحل، ولعبت صبر رحيل وقدامه علي معلول. عمل مباراه غير عاديه، وتعادلنا في اسيك 0-0، كانت اخر مباراه. تعادل سلبي. وبيلعب في منتخب تونس احيانا كده، وبيلعب يعني طريقه اللعب. هنقول الشناوي، الشناوي طبعا ثبات في حراسه المرمى، ما نقدرش نتكلم في الشناوي، ما شاء الله بيقدم مستوى ثابت. دوره قيادي داخل فريق اهم كمان من الفنيات، دور قيادي محتاج عنصر خبره، واحد يقدر يوجه اللاعبين من ورا، لعب مباريات اهلي وزمالك كتير قبل كده، فعنده خلاص حته خبره مباريات اهلي وزمالك. احمد فتحي باك رايت، كان عنده مباراه اسوان، قدم مباراه جيده، عنده الناحيه الدفاعيه، يقدر يقفل في الناحيه دي بشكل كبير على عبد الشافي، وعبد الشافي كمان عنصر مهم من مفاتيح اللعب لنادي الزمالك، الكروسات بتاعته، فيقدر يشتغل النقطه دي. وكمان احمد سيد زيزو او اللي بيجي مثلا بن شرقي من المنطقه دي، فيقدر احمد فتحي يسد فيها بشكل كويس. طبعا موجود معانا محمد هاني برده من عناصر الخبره، فانا بتكلم على احمد فتحي انه يبتدي المباراه. خط الاثنين المساكين عندنا ياسر ابراهيم وعندنا رامي ربيعه. ياسر عنده شخصيه مباراه الاهلي والزمالك، لعب في مباراه الماتشين اللي فاتوا، مباراه السوبر النادي الاهلي فاز فيها 3-2، والمباراه اللي احنا كمان يعني خسرنا فيها بركلات الجزاء كان نجم المباراه كان ياسر ابراهيم في الماتشين. رامي ربيعه برده عنده عنصر خبره، وبنقول برده ايمن اشرف لا يقلل من ايمن اشرف، ايمن اشرف من العناصر المهمه جدا، لكن احنا بنقول تشكيل افتراضي دلوقتي. في خط الباك ليفت علي معلول، وانا ما احبش اطلع علي معلول من الحته دي زي ما كابتن اسامه قال. الله علي، انا حاطط الشناوي ناحيه اليمين، فتحي، الاثنين ياسر، ايمن اشرف، معلول ناحيه الشمال، حمدي فتحي على الدايره، على اليمين ديانج، على الشمال سوليه، الاثنين اللي قدامه، اجايه ناحيه علي معلول او قدام علي معلول، بادجي قدام، ومحمد هاني ناحيه اليمين على عبد الشافي. شلت قفشه خالص؟ شلت قفشه، حاطط اثنين قفشه وليد سليمان. انت عامل جبهتين. هي بص، هي فكره، انا قلت لك ايه؟ طلع ايمن جاي من المانيا. لا لا انا هقول لك بس، لا لا هقول لك بس، ما هو قلت لك يا تغير مراكز بعض اللعيبه يا تغير طريقه اللعب. هو غير كده طريقه اللعب، ممكن يفكر فيها انه يلعب ثلاثه ارتكاز. انت عارف ايمن وصلنا ليه؟ بس انا يعني بصفه عامه ماتشات الاهلي والزمالك عايزه لعيبه مهاريه بتعرف تمسك الكوره، فقفشه
من اكتر الناس في فرقه النادي طبعًا. الاهلي مهم انا عايز اعلق على حاجه واحده عنده استلام وتسليمه كل الكلام لازم يلعب طبعا في النهايه مستر فايلر كل الكلام اللي قلناه ده مستر فايلر في النهايه